تليفون دكتور صابر عبد الدايم يونس، عميد كلية اللغة العربية السابق بجامعة الأزهر. دكتور صابر صباح الخير، أهلا بحضرتك معنا. يا مرحبا وأهلا بكم. مرحبا. صباح الخير يا فندم. يا صباح النور. مرحبا. اللغة العربية فندم، وتقييم حضرتك لوجود اللغة الجميلة، لغتنا الجميلة، وهي مصنفة الأولى على مستوى العالم في دقة المعاني، يعني لغة ثرية وغنية، ولكن يعني بنشوف الأجيال الجديدة والنشأ يعني غير راغب بشكل أو بآخر في التحدث أو الدراسة والتمعن في دراسة اللغة العربية بشكل كبير. زمان كان في تذوق للشعر، كان في المدارس كان في يعني نشاط خاص بالشعر وخاص بالخطابة وكل هذه الأمور، والإذاعة العربية، إذاعة المدرسة، كل هذه الأمور كانت تساهم في تخريج يعني طلاب حقيقة يحبون هذه اللغة، يتفاعلون بها ومعها. ما الذي حدث؟ أولا يعني طبعا نشكركم على يعني هذه القضية القومية الوطنية المهمة، وهي الحفاظ على اللغة العربية، وبخاصة حينما دعا فخامة السيد الرئيس إلى يعني العناية باللغة العربية وحفظ القرآن الكريم. وفضلت الإمام الأكبر يعني في كل كليات جامعة الأزهر وفي الأزهر الشريف أقيمت ندوات حول الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، لأن لغة كل أمة تنطق بملامح تكوينها ومعالم ثقافتها وقدرتها على التنافس والتغلب على عوائق التخلف واقتحام آفاق المستقبل والتعايش مع إيقاع الحضارة. هذه اللغة العربية أقدم لغة في العالم الآن، محافظة على قواعدها وعلى حروفها وعلى تطورها أيضا. يعني القرآن الكريم يعني احنا كل يسمعه العامي فيعني فيفهم انه على قدر ما يعطيه الحق سبحانه وتعالى، وايضا الاعجاز العلمي والاعجاز التشريعي والاعجاز اللغوي والاعجاز البياني. اذا اللغه العربيه لها قيمتها، ويعني ولكن في عصرنا الحديث هناك فجوه بنسميها الفجوه الرقميه ايضا، لان الشباب الان منفتح على الانترنت وعلى عوالم كثيره. صحيح. إذن على المختصين باللغة العربية أيضا أن يهتموا بهذا الجانب، ونتعاون العلماء المتخصصين في يعني الفجوة الرقمية وفي والرقمنة للغة والمراجع القديمة والحديثة أن يحولوها إلى هذه اللغة التي أصبحت هي لغة العالم. وأيضا الاهتمام يعني هناك من توصيات مجمع اللغة العربية يعني توصيات كثيرة جدا، ودي أكبر مؤسسة لغوية يعني طبعا مع جامعة الأزهر وكلية الأداب ودار العلوم. المجتمع أيضا يرى المجمع ضرورة أن تحرص وسائل الإعلام العربية على استخدام اللغة العربية الصحيحة والاهتمام بنقاء هذه اللغة وسلامتها. نرى أيضا يعني برامج في تقدم، ولكن نرجو أن يكثر منها الإعلاميون والفصحاء البلغاء سواء في الإذاعة أو في التلفزيون. طب دكتور صابر، بعد إذن حضرتك يا فندم، القائمين على اللغة العربية وعلى زي حضرتك طبعا عالم جليل وكنت عميد لكلية اللغة العربية بجامعة، كيف يمكن وضع حالة من التشويق، من الجذب، من التحفيز ل يعني نشر اللغة العربية، وإن الواحد يبقى مقبل حتى من العامة يعني مقبل على أنه يتلقى ولو قشور منها على سبيل المثال. يعني أقول لسيادتك يعني احنا دايما الخطأ الموجود بين الكثيرين يفهمون أن اللغة العربية القواعد فقط. لا، القواعد هذه ضوابط، ضوابط يعني زي الرياضة، النظرية لا تغنى عن التطبيق. المهم هو تقديم النماذج اللغوية سواء نثرية أو شعرية أو قصصية أو روائية بلغة جيدة ممتازة للشباب، وعلى مستوى يعني جامعة الأزهر وعلى مستوى الكليات تعنى اللغة العربية يعني كثير من النصوص الأدبية تدرس للطلاب، وأيضا يعني يتبعون أحدث المذاهب الأدبية والنقدية، ولكن يظل هذا الموضوع هو يعني بين جدران المدرجات
او المقررات الدراسيه. صحيح. ولكن المهم ان هو المجمع اللغه العربيه اوصى ايضا بضروره الاهتمام باللغه في المرحله ما قبل الجامعيه ايضا. يعني في المدارس عقد المسابقات الشعريه وعقد الخطابه كما كان في الجيل الماضي في المرحله الاعداديه الثانويه حتى زمان. وزمان كان في الكتاتيب برضه يا دكتور صابر، يعني الكتاتيب ايضا كانت الحقيقه الكتاتيب زمان كان ليها او رافض من الروافد الهامه الحقيقه في اكثر والله. يعني الكتاتيب ظاهره حضاريه ويظن المحدثون انها ظاهره يعني من الزمن الماضي، لا خرجت علماء يعني كبار العلماء، كبار علماء الدين واللغه بل والقانون، يعني مروا على هذا يعني المكتب الذي كان يعلم اولا الابجديه العربيه حروف الهجاء. صحيح. ثم القران، ثم يكتب على اللوح او في الورقه بخطه تحسين الخط كمان للاداء، الاهتمام بالخط انه يكون جميل. طبعا طبعا هو كان من يعني من اساليب تحسين الخطوط بدون تعمد، وان يكتب الطالب او الحافظ القران يعني اللوح القراني او الصفحه القرانيه 4-5 مرات. صحيح. يعني دكتور صابر ده طبعا كان من يعني بيحصل قبل دخول المدرسه، في مرحله ما قبل الدخول المدرسه، بحيث ان كان التلميذ بيخش عارف يكتب، عارف في الابجديه، عارف يقرا كلمات بسيطه. حضرتك حطيت في وسط كلامك يدك على يعني عمق للمشكله، مشكله يعني انتشار اللغه العربيه بين الجيل وبين النشء، وهي يعني يمكن الانصباب او انكباب اهل اللغه سواء في المدارس او في الجامعات، خاصة في المدارس الابتدائية والإعدادية، على التأكيد على التأكيد وتدريس قواعد اللغة العربية، مادة النحو يعني هي من الآخر بتبقى مادة مش لطيفة بالنسبة للطلبة كتير، مش بيحبوا مادة جافة، مادة جافة خاصة مع انتشار التعليم الأجنبي في مصر، فبقت اللغة العربية مقارنة باللغات الأخرى قواعد لغوية للغة العربية يعني ربما تكون صعبة أو أكثر صعوبة من اللغات الأخرى، تحتاج إلى تفرق، تحتاج الى حب، يعني انه يكون في تحبيب، يعني لازم المدرس يكون في باله انه يحبب الطالب في الماده، فمحتاجين ايه هنا؟ الموضوع تربوي علمي يعني حتى نفسي ايضا، يعني زي ما سيادتك اشرتي لان الطالب يحب هذه اللغه، يحبها عن طريق الاستاذ المراغب في الماده، ثم ايضا عرض النماذج الشعريه الوطنيه الدينيه التي العاطفية أحيانا تشعره بأن هذه اللغة هي لغة جميلة كما أشار أستاذنا الفروفيسور رحمه الله. تحدث عملية ترغيب يا دكتور صابر. طبعا طبعا ترغيب وتحبيب في اللغة، ويعني ولذلك اللغة تتنوع، نماذج قرآنية، نماذج من الحديث، نماذج من الشعر، من خطب الزعماء، حتى تحبب الناس في وطنهم والانتماء الى تاريخهم. والاهتمام ايضا يا دكتور بماده التعبير، يعني ماده التعبير في اللغه العربيه، ماده الانشاء. صحيح. كنت احكي لطلابي وطالباتي بالامس، نعم، ماده الانشاء هذه ماده الابداع، يعني تخرج الطالب يعرف يكتب الشعر، يكتب القصه، يكتب الروايه، لان كل طالب يعني تظهر مواهبه في هذه الماده، بس للاسف اصبح لا يهتم بها الان ايضا. يعني كنا في الزمن ونتعلم ناخذ اسبوع محاضره أو حصة في الإنشاء التحريري، حصة شفوي، ثم نستعد الأستاذ ما شاء الله رحمه الله كان يعني حصة الإنشاء دي لا يجلس على الكرسي ولا أي شيء، بل أكثر من ساعة إلا ربع أو ساعة، وهو عناصر الموضوع وترتيب الموضوع، يعني يعلم الإنسان كيف يفكر وكيف يكتب، ثم نلقي أيضا شفويا ملخص الموضوع. الموضوع هو يعني نناقش وزارة التربية والتعليم إلى استعادة هذا المنهج التربوي، مهم جدا يا دكتور، لأن المنهج التربوي خاصة مادة التعبير هي مادة التعبير عن الذات واستخدام اللغة في التعبير عن الذات والتعبير عن الأفكار، إنشاء يعني مادة يعتبر هي تطبيق لكل ما يأخذ الطالب من مواد أخرى. صحيح. بشكر حضرتك يا فندم. التعريب أيضا يعني أشكركم والله. شكرا لحضرتك يا فندم، كنت معنا على التليفون. التعريب، تعريب العلوم أيضا قضية مهمة جدا، ونادى لها مجمع اللغة العربية، واحنا في لجنه اللغه العربيه تبع اتحاد الجامعات الافرو اسيويه تبع رابط الجامعات الاسلاميه. هو بس يا فندم موضوع تعريب الـ 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 يعني المواد العلميه بشكل او باخر عليه تعارض شويه، في ناس تقول لا العلم بيتقدم كل ثانيه والتعريب يحتاج الى مجال اوسع للترجمه وما الى ذلك. لحضرتك
تعريب مع الترجمة في الدول المتقدمة مثل اليابان وفرنسا وغيرها يدرسون العلوم التجريبية بلغتهم. يعني فنحن الضعف عندنا في الترجمة. وعندنا تجارب في الوطن العربي، يعني مثلا سوريا بتدرس الطب باللغة العربية. بتدرس الطب من زمن بعيد. هو صحيح. المهم يكون في كوادر، ومجمع لغة عربية ليس مجمع لغة فقط، لا، وفي علماء طب وعلماء هندسة وعلماء كيمياء. بنشكرك شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية السابق بجامعة الأزهر، كنت معنا. شكرا يا دكتور. هاتفيا كان أول